يعمل انردر داخل سي باكلينكي اللي هو قلنا كل ترانزاكسيون معناش بوينتر كل ترانزاكسيون فيها ترانزاكسيون اللي قبلها والترانزاكسيون اللي قبلها فيها ترانزاكسيون اللي قبل قبلها والترانزاكسيون اللي قبل قبلها فيها اللي قبل قبلها دوكو السلسلة ما تنفعش ما تتقاسش نتاع لي ترانزاكسيون واضحين حتى حد نوبيس يوبوزي حتى حد ما ينجم يقول انا ما عرفتش الفلوس هذاك ولا انا ما شبيه الكونت نتاعي فرق فما برشا عباد يجي نهار يلقى الكونت نتاعو فارغ في البنك ولا غير انا ريسامون البنك نتاعي نهار حليت الريفي لقى موا 800 دينار جيت نشوف الريفي لقى انسكريبسيون كوفر فور مشيت البنك يجي يقول لي انا قلت لك عملي كوفر فور في البنك نتاعك قال لي لي في بالي قلت لي ما في بالي قلت لي ما قلتليش عند رشا كذا كذا بعد ما عملنا عركه نحالي عاود رجع لي فلوسي ونحى الابونمون هذاك كوفر فور هو ينجم يكون غلط في السيستم سال واحد في البنك في راس تعطيك اليوم واحد اخر عطى لينا كوفر فور كيف ما ينجم يكون شيف داجونس نتاعي يقول لك طون تاي شيري وابري تو كان قال لي لا تو ينحاها سي تخوف سا انتيريسون تخلي الاوبسيون سي ان ايفور كوميرسيال هذوك الحاجه هذيا ما تنجمش تصير مع البيتكوين باهي يا سيدي من سيدك البيتكوين تحكينا عن البيتكوين قبيلة وهو مين جاي البيتكوين هذا نعرفوا اللي الدولار ادوسي على الذهب في امريكا دوت فوموني سوف ادوسي على حاجة اخرى قبل في سوق عكاظ وفي في السيلك رود كان العباد يتبادلوا بالسلع والحاجات نعطي كيلو حليب نعطي كيلو بطاطا وغيره كذا كذا الفالور تاع البيتكوين منين جاي الفالور تاع البيتكوين اللي principalement basé sur l'offre et la demande. Femme à marché, femme à bête, habite chez les bitcoins, ou femme à bête, habite bien bitcoin. Ben, il scanne de la haute artine, femme à bête, habite chez la bête. Il y a un ingé, le bitcoin. Le bitcoin, il y a par deux moyens. Soit l'échange, on a un ingé chez le Karim, un de bitcoin, soit je suis bien le salam. On peut le voir un peu chez la caméra, il y a parti de faire un BTC. Ou alors, on peut le voir un article. 3000 دولار ولا تاو البلوم سباك سباك 6000 دولار 6400 قول واو 6400 دولار عطيني كعبة بي تي سي ليشونج هذاك وفما لو ماينين لو ماينين لو مو المينا العباد اللي تخدم في المينا قبل they were mining gold كانوا يمشيو في المينا يبداو يحفروا ويخرجوا في الباب توا في عالم الترا كونيكتي هذوما العمال المناجم تاع هذا سي اون فارم دو ماينينغ ارتيزانال معموله في دار سي سوفوا نجم نوريك موحدين اخرين اللي هما بوكو بلو سوفيستيكي اللي جابوا الداتا سنتر الماينينغ سي كوا كوم بروسيس قلنا نحنا توا العباد الكل عندي كارني انا ونقيد في لي ترانزاكسيون تاع العباد الكل اللي خشبين يبل اللي يجيني يقول لي راني بعثت 300 كريم ونقيد وفما دي مليون دو ترانزاكسيون في النهار ما فيش قام عليا نقيد فيهم وباش تحط لي ريسورس نتاع الاورديناتور نتاعي حاطه على الذمه نتاع السيستيم وكذا بيتكوين فيها سيستيم دو ريورد دو ريكومبونس يعطي لكل ماينر ان سيغتان مونتون دو بي تي سي شنو يصير؟ وقت اللي انا نجي نقول راني بعثت 300 دينار كريم ويجي واحد اكسترا اكسترا اون فوا يكونوا بلوك نجي انا في الريجيستر نتاعي نقول راهو انا ربحت 25 بي تي سي توا اللي 12.5 راني ربحت 2.5 بي تي سي فيو كو انا اول واحد في السيستيم هذا الكل نتاع الماينينغ خذا الكونسنسوس تاع الناس الكل ولا بلي البلوك قال لهم هاو الدفتر الجديد نتاع شهر نوفمبر حاضر فيه الترانزاكسيون الكل شدو اول واحد الماين ان بلوك ياخذ ان ريكومبونس اون بي تي سي ويتعاملوا ذوك من البي تي سي يتعاملوا دو نيون يتزادوا له في الكونت تاعو ما كانوش اون سيركيلاسيون سي كوم سي نحنا كي نعاونو البنوك جينا البنك سنترال قلنا والله انتوما شديتو الدفاتر وكل شيء او انتوما خاطركم الاولانيين اللي حسبتو الحسبة الفلانية نعطيكم 500 سوا دي لا ميم مانيير دونك اليوم فما ان كو انورم على خاطر فما دي كالكول قاعدين يصيرو والكالكول اللي جاي بايا فوتو سي دي ترانزاكسيون ساتوشي ناكاموتو عامل اون ايكواسيون تخي ديفيسيل من لول دي تخي سامبل ا ريزودر وقد ما نقربوا من 21 مليون دي بي تي سي اللي باش نقولهولكم اللي
le supply, la limite de Bitcoin, elle est de 21 millions. Nous, on est à 17-18 millions de BTC. À un moment, plus ou moins que 21 millions de BTC, il n'y aura plus de Bitcoin en circulation. Il t'a amené une loge dite. Je suis allé à l'arbitre, il t'a amené une fausse limite de base. Au cas de mon appel, vous voulez le cadre. Le chiffre 21 millions. C'est de la conception de Satoshi. Enfin, à d'autres crypto-monnaies, notamment Litecoin, j'ai quasiment, à part des soucis de cryptographie, des détails de cryptographie, j'ai quand même entre autres Fenara ou Andy 42 millions de supply. C'est une monnaie qui fait ma femme à Bitcoin 21 millions. Je vais faire une chose à quelques détails près. Je vais faire une Litecoin à 42 millions en distribution. Donc Satoshi Jishamani, c'est simple, les mineurs, ils ont mis un calcul, à part Jibou et une transaction. Et là, je dis, pour le jour même, il y a un bloc de transaction, il y a des récompenses terre. Il y a un système Bitcoin, il y a des récompenses terre. Je suis prêt à dire, t'as agi. Pour y avoir une transaction, le bloc qui est fait, il y a un code de ta transaction. Il y a un bloc actuel de transaction, il y a juste le code de fin de monsieur. بعد يقول لي هاي باش نلعبوا شويه ها ليكواسيون اريزولت اللي ما عندها حتى بوت ابار تروفي لو ترافاي سابيل لو بروف اوف ورك اللي انا خدمت الخدمه هذه الكل نمشي نحسب ايكواسيون ونحط الريزولتا نتاعها والريزولتا نتاعها تولي الاش نتاع البلوك هذاك ومكتوب العنوان نتاعو قد ما نقرب ال 21 مليون قد ما الديفيكولتي نتاع l'astuce ou l'équation les analyses va être ça et du coup il faut beaucoup plus de ressources de calcul ou le modèle Bitcoin en 2010 c'est un ordinateur Core 2 Duo un processeur Core 2 Duo 1 giga j'ai miné 324 BTC et il y a 70 millions à peu près 70 millions de dollars. 324 BTC, mais ton PC back à Orta. Orta, il y a 324 BTC. Ou le sale Orta, en coïncidence, ou l'achat de haja physique, matériel, avec du Bitcoin. Ou il y a acheté des pizzas grâce à des BTC. À l'époque. Orta, quand la valeur de 0,001 BTC égale 0,0001 dollars. بعد قد ما نمشيو نقدمو قد ما فما عباد كي سانفستيس قد ما تكبر من سيرتان ديفيكولتي الرادياتور هذاك ملي كان يجيب لي 324 سي هذي في جمعة هكاكا ونجرب مانيش عامل عليه خدمة راني هكا دو مانيير بروفيسيونيل خاطش كي نحل الرادياتور مانيش قاعد نلعب في لعبة كي كونسول لي ريسورس تاع الرادياتور جوست نحاس انترنت نانسي بيتكوين وماني لا لي 324 بي تي سي ابخي كلكو موا ولا يجيب لي كلكو بي تي سي في الشهر Après quelques mois encore, voilà, j'ai pris des fractions de BTC. 0,01 BTC. Ben, je vais bien te dire, j'ai des BTC, j'ai des fractions, mais juste la consommation d'électricité ou d'amortissement par matériel intérieur, j'ai eu à la même. Je suis dit, je pense que ceux qui ont utilisé ces cartes graphiques pour faire le calcul et miner beaucoup plus de. في دوت سوت كريبتو موني واش في دوت لا ما نمشي نمشي نسال هذا ارديناتوري كور دو ديو من بعد جاو جماعه قال لك احنا الميكرو بروسيسور ريالمون ما فيهش ما ينجمش يعمل برشا كالكول اليوم لي كارت جرافيك موديل عندهم فيزيك في اللعب على خاطر كي تلعب جي تي ا ولا جو فيديو وكي تطيح والتطيحه تشبه للتيحه في الدنيا بالحق اكسيتيرا على خاطر فما ليبريري كي ابليك des notions de physique, de chimie, de rire ou de chèvre, et donc les cartes graphiques modernes ont un acte de vitesse et de ressources de calcul que les microprocesseurs. Donc, on va miner avec les cartes graphiques. Dès la fin de miner avec les cartes graphiques, les cartes graphiques sont obsolètes. Nous allons brancher plusieurs cartes graphiques ensemble. ومن بعد بشوي بشوي تمشي تكثر الديفيكولتي اليوم ما عادش نجم ني اورديناتور ني بشوي اورديناتورات اون ماين اسي دو بيتكوين اليوم هذا سي كونفيغوراسيون فريمون تري 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 موديست نتاع ماينينغ
plusieurs milliers de dollars d'investissement, deux cartes graphiques, etc. Et le mining devient de plus en plus quelque chose de sérieux, c'est un métier, la bête des JO. يحسبوا الكون تاعهم يحسبوا الكون تاع البيتكوين قداش يكلف ضوء قداش يكلف واحد يشريوا دي زورديناتور فما دي اسيك ماينرز سي دي جيو جماعه قال لك نحن علاش نسمع مثلا في لي كارت جرافيك ونحن نعرفوا اون سي تري بيان كو ميم با باش يبرانش على ايكران باش يستعمل الماينينغ دونك فما دي كارت جرافيك تعملوا سبيسيال ماينينغ فما ماكينات صنعوا سبيسيالمون ما فيهمش حاجات زايدين يتنقاو في اورديناتور نورمال خاطر بليتو موش اورديناتور نورمال انا كان شري نستعمل كان الماينينغ عملوا دي زورديناتور سبيسيو ما فيهم كان حاجات نتاع ماينينغ باش يديروا سومهم اقل اي دونك ريالمون اليوم فما ديفيكولتي قاعده تطلع الماينينغ يمشي ويولي صعيب دونك فما اويرنس فما سونسيبيليزاسيون تاع العباد والعباد قاعدين يفيقوا بالبيتكوين هذا ويفيقوا بال بالتراجينيزيتي اللي وراه وكل شيء كومونس سانتيريسي ويحب يشري يقولك حتى كان العباد اللي سمعوا في اول عام مثلا اللي كان واحد الى انفستي 100 دولار في 2009 راه مولي له 42 مليون في 2017 اقوى ريتور سور انفستيسمون تنجم تعمل في حياتك الكل تنجمش تعمل حتى ريتور سور انفستيسمون دونك العباد كومونس سانتيريسي دونك فما دوموند برشا اللي يحبوا يشريوا حتى لي سيتويان لامدا كي سون هكا سانسيبيليزي با تليفز با ايميسيون راديو با غير كيما تحب نشري دونك فما اون دوموند كي اكسبلوز فما une offre qui est très limitée, limitée par le fait que les choix arbitres dans le monde des bitcoins ou les choix arbitres dans le monde des bureaux. Ou enfin, l'autre limite, elle est la limite des 21 millions de BTC. Mais je vais vous montrer tout de suite. Donc, c'est ce qui fait de Bitcoin le haja de Hawatawa. Elle est 1 BTC ou celle de Somo. اليوم تاع 6500 دونك قبل ما يتعدى 6500 صاروا بلوزيغ بوليميك فما حتى توا دي بوليميك كان تقرا في الانترنت بيرسون ديتيان لا فيريتي فما اللي يقول لك سي ان شيما دو بونزي تري 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 مودرن تري بيان ريفليشي سي اون بيراميد كيف كان يعودكم العباد كيما تاع الفونت بيراميدال ودخل زوز ودخل ثلاثة اكسترا اكسترا ويقول لك سي ان شيما دو بونزي ولا هذا كله أرناك وجوست العباد اللي توا قاعده تربح